يسعد صباحكم عن جديد. انخفاض واضح على درجات الحرارة والأجواء عم تكون بين الصحو والغائم جزئيا ببعض المحافظات السورية، بالإضافة لزخات متفرقة من المطر شهدتها المناطق الساحلية والشمالية الغربية حتى بالعاصمة دمشق. أما الحرارة فعم تكون بالمناطق الشرقية. يعني ماري، هذا الأسبوع لطيف جدا، هذا الصيف اللي نحن قارينه بكتاب الجغرافيا بصراحة، يعني حرارة معتدلة. يعني مرقوا يومين حسسونا وكأنه دخلنا ببداية الخريف بعد الأجواء الحارة جدا اللي مرينا فيها، بالخص من دون كهرباء هيك بالأسابيع الماضية. بس هذا الطقس حيكفي هيك ولا حنشهد ارتفاع جديد؟ المتنبئ الجوي شادي جاويش صار معنا عبر الهاتف ليخبرنا أكثر. يسعد صباحك أستاذ شادي، عم تسمعني؟ صباح الخير. الاتصال يمكن جاهز يمكن لا، رح ننتظر. الو، صباح الخير. اهلا وسهلا، صباح الخير استاذ شادي. يسعد صباحك يا هلا. يسعد صباحك، خبرنا كيف اجواء الطقس عم تكون الاسبوع الجاي؟ هلا الحقيقه مثل ما ذكرتوا اجواء تقريبا خريفيه بامتياز مرقنا فيها خلال يومين الماضيين. هي كتلة هوائية معتدلة ورطبة بدأت تأثيرها تقريبا يوم الاثنين واستمرت الثلاثة مبارحة. هلا حاليا ببقايا الكتلة الهوائية عودة لارتفاع درجات الحرارة، يعني فينا نقول مثل بروفة لفصل الخريف القادم. الحرارة ترجع ترتفع اليوم وبكرة، تتجاوز المعدل من 2 لـ3 درجات، يعني ترجع الأجواء الصيفية الاعتيادية. ممكن تكون حارة نسبيا خلال يوم غد الخميس على بعض المناطق. تمام، درجات الحرارة اللي عم تتسجل بأغلب المحافظات خلال هذا الأسبوع كيف رح بتكون؟ هلا بالنسبة لدرجات الحرارة مثل ما ذكرنا هي انخفضت بشكل واضح، يعني نحن الأسبوع الماضي كان في حدود 41 وأجواء شديدة الحرارة في أغلب المناطق. صحيح. من يومين الاثنين كانت الحرارة نزلت لل 31، يعني تقريبا 10 درجات. هلا بدها ترجع ترتفع لحدود ال 35 بالنسبة لليوم في دمشق ومعظم المناطق، وممكن تتجاوز ال 37 او 38 بكرة في ذروة الارتفاع. هلا المتوقع لليوم دمشق والمنطقة الجنوبية نهارا بتسجل 35، تنخفض ليلا لل 21، المرتفعات الجبلية عندنا 28 12، الوسطى 36 23، الساحلية 32 26، الشمالية 36 22، الشرقية ومنطقة الجزيرة 39 27، أخيرا منطقة البادية 37، عم تنخفض لل 24 خلال ساعات الليل. تمام، شكرا كثير لمعلوماتك وأهلا وسهلا فيك معنا. شكرا لك، صباح الخير.